حتى يغمى عليه، تضرب حتى يغمى عليه. فإذا أفاق وقال ليش تضرب؟ تقول كتب الله. تلومني على شيء كتب الله عليه؟ كتب الله أن أضربك، ماذا أصنع؟ اقتنع اتركه، وإلا اضرب الثاني. لا تضرب أحد. احنا نقول هذا الكلام حتى تفهم. رفع سارق الأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فأمر عمر رضي الله عنه تقطع يده. فجاء معترضا على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقضاء الله، أتلومني على شيء كتب الله عليه؟ فقال له عمر ونحن لا نقطع إلا بقضاء الله، أتلومني على شيء كتب الله؟ كتب الله أن نقطع يدك، ماذا نصنع؟ فأجابوا بنفس حجة. فأنت إيش تصنع؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. تعاطى الأسباب لا يضيعك الله. نعم. قال رحمه الله: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. الإيمان باليوم الآخر. الأيام عندنا خمسة. الأيام كم بقعها؟ خمس دقائق؟ خمس. ما عليك. احنا باقين معكم للفجر ان شاء الله. ما في مشكله. في اشكال؟ الحمد لله. الايام خمسه. الايام خمسه. يوم عدم قبل ان تخلق، ويوم في الاجنه، ويوم في الدنيا، ويوم في البرزخ، واليوم الاخر. خمسه ايام. ولهذا يكذب الله من يقول انتقل إلى مثواه الأخير، كذاب، لأنه في بعث ونشور. إذا عندنا الإيمان باليوم الآخر، الركن الخامس من أركان الإيمان، الركن السادس القضاء والقدر. الآن نذكر الركن الخامس، الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. ماذا يكون بعد الموت؟ خروج الروح، قبض الملائكة لها، صعودا بها للسماء، تفتح وتغلق أبواب السماء، عودة بها للجسد، يسمع خرع نعاله، يأتيه ملكان يسألان عن الأصول الثلاثة، أسئلة القبر: من ربك؟ ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. ما دينك؟ دين الإسلام. ما النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ثم نعيم القبر، نسأل الله من فضله، عذاب القبر، نسأل الله عافية السلام، البعث، النشور، الجزاء، الصراط، الجنة، النار، الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه، الصراط، الحساب، كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. ماذا تقول؟ آمنت وصدقت وسلمت، مفهوم؟ نعم. قال: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا. جهل. جاء كتاب السنة بهذا وأنت تنكر. عذاب القبر، نعيم القبر، سؤال الملكين، البعث، النشور، الصراط، الجنة، النار، الشفاعة، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. لو أنكر كفر، كفر أكبر، نسأل الله عليه وسلم. نعم. ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام، طوله شهر وعرضه شهر، أحلى من العسل، من شرب منه شربة، لأن الناس يظمأ عندما تدنو الشمس من الخلائق، والجمم العار يحتاجون الشرب، والجزاء من جنس العمل. نكمل إن شاء الله بعد الأذان أو بعد العشاء. بعد الأذان. طيب، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. بعد الأذان. ها طيب.
ويخرج الله سبحانه وتعالى كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان. لكن لابد يكون لديه إيمان، والإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، وسيأتي معنا بإذن الله تعالى. ولا يلعب عليك الشيطان، لأن الشيطان يبدأ بك بالصغائر حتى تعتاد عليها، ثم تدخل في الكبائر حتى تعتاد عليها، ثم تدخل إلى الشرك الأصغر حتى تعتاد عليه، ثم إلى الأكبر. نسأل الله عليه السلام. مراتب أربعة: صغائر، كبائر، شرك أصغر، شرك أكبر. صاحب الشرك الأكبر مخلد خلد أبدي في النار. من مات على الشرك الأصغر يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة. فأنت لا تستهين، استدرج بك الشيطان، لا تتركها بالكلية. وقاية، تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، هذه التقوى. نعم. قال رحمه الله: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث شفاعات خاصة به عليه الصلاة والسلام. الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق بعد أن يتراجع عنها آدم عليه الصلاة والسلام، ونوح عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. ولا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بالشفاعة حتى يأذن له الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشفاعة حق لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، حق لله. قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق. والشفاعة في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. والشفاعة في فتح أبواب الجنة، لأن أول من يستفتح لدخول الجنة، أبواب الجنة مغلقة تحتاج إلى شفاعة، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع في فتح أبواب الجنة. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى في أهل الموقف، والشفاعة في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، والشفاعة في فتح أبواب الجنة. أما الشفاعة العامة يدخل فيها كل موحد، كل موحد، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الملائكة، الصالحين، الأفراد، الأطفال الصغار، كل موحد. شفاعة في رفع الدرجة، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهدية، نصلي على الجنازة وندعو، اللهم اغفر له وارحمه. الشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها، والشفاعة في من استحق النار من الموحدين ألا يدخلها. هذا عام لكل موحد. نعم. قال رحمه الله: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. لكن نحن الآن سمعنا بهذا وآمنا، كل واحد منا يريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. سأل عن هذا أبو هريرة رضي الله عنه، قال: من أسعد الناس بشفاعتك؟ هذا المطلوب، دار العمل هذه. قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذه الشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد، لا تكون لمن أشرك بالله. فماذا تصنع؟ تخلص، تخلص لله العمل، لا تشرك بالله. من أشرك إذا لا تنفع، لا يمكن يحظى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من أسعد الناس بشفاعة؟ قال: من قال لا إله. إذن هناك من يقول لا إله إلا الله وهو مشرك، يعبد الصنم، يدعو غير الله، يطوف بالقبور،
ينادي الأولياء الصالحين في الحوائج فيما لا يقدر عليه إلا الله، يا كذا يا كذا أغثني. ينادي الشمس، نعم سقط له السن، ينادي الشمس يقول يا شمس يا شموس. شرك أكبر عندنا من يعبد الشمس، نعم من يطوف حول القبور، من يقول أن الأولياء يخلق ويرزق ويدبر الأمر. والله لا يسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإخلاص والتوحيد. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم يا رب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء.